سير الله يبارك مولاه ان شاء الله. السلام عليكم الخوت، حياكم الله اينما كنتم. اليوم الخوت فيديو جديد بتاريخ 31/1/2024. عدي اليوم الخوت متتبع من حد المنابهة، بعت له 45 خروف بدري نبت اصيل، سلعة نبت اللهم بارك، سلعة الله يبارك. ان شاء الله نشاركها مع الخوت والحباب، مع العائلة ديال قناة حول الصديقة العزراغنة، نشاركوا معكم هذا الخير هذا الله يبارك. ومرحبا بالاخوان وتحياتي لكم، وتنحييكم اينما كنتم، وتحية الناس ديال حد ديال المنابهة، الناس الله عمرها دار، ناس كسابة وناس الله عمرها دار، ديما تنشوفوا منهم الخير الحمد لله، والله يسر. ومرحبا بكم، اجي تشوفوا هذا الخير هذا، تبارك الله. بارك الله اللهم بارك الخوت. ها السلعة هي الله يبارك، 45 راس نبت اصيل مزردة اللهم بارك، وهذه المرقد اللهم بارك، راه المرقد ديال تادلة نبت مليح اللهم بارك. تحية لك خويا، ومرحبا بناس حد المنابهة، راه نبت الله يبارك. هذه الخوت راه تم البيع ديالها ب 47,350 درهم، 47,000 ريال. نبت مليح، سلعة اللهم بارك، بارك الله الخوت. سلعة صافية العيب، الحبوب والأمارة ديال الحب راه ما تنشريهاش أنا، تكون أمارة في خروف راه ما تنشريهاش من السوق، تكون خروف في أمارة ما نشريش. الله يسر، والمرأة مليحة الله يبارك تبارك الله، اللهم بارك تبارك الله. حيس محمد، حيس محمد من الوسط، قعدوا قعدوا كاملة، تجي لتجي قعدوا، زيد الله يبارك، زيد، خلي تجي واحد واحد، اسمع، قعد قعد، خلي الدور واحد واحد، زين، بارك الله. 45 راس، سلعة أصيل هي حرة الخوت، دابا الخروف، هذا راه النبت تيطلع الليل قبل النهار الله يبارك الخوت، اللي تيعرف ليه واللي تيعرف يكسبو، اللي يعرف يتعامل معاه، راه يطلع الليل قبل النهار ويدير من العيد، راه يدير حولي مزيان إن شاء الله نسخر له. هذا راه بحال الدري الصغير تيبغي التهلية والدواء والعناية التامة، ورد البال مزيان الله يبارك تبارك الله، تبارك الله الله يبارك. قاعد قاعد العبدي، وا السي العبدي، زيد خليها تجي خليها تجي خليها تجي، اش كاين اسم محمد؟ اللهم بارك تبارك الله، راه المليح الله يبارك، بارك الله بارك الله، اللهم بارك، كلها سلعة مليحة تبارك الله. ها شوف شوف اسم محمد، ما تيبغوش كرفيس هذا، قاعد قاعد اسمعي، انت الدراري غادي ديروا، راه سرجيو الدراري سيروا على الله، بلا ما نطولوا الفيديو، راه السلعة راه باينة، حنا راه حتى حاجة ما مدرقة، حنا راه تنحيوا أي واحد تيثيق في ود الزعيم، وراه الحمد لله ما تنخسروش الدم ديال شي واحد، أي متتبع مرحبا به. حسبوا زقوا حساب الدراري، زقوا حساب الدراري، قسموها فهمتي، ديروا 22 تماك و 23 لور، يلا ديروها لتحت بلا ما ديروا الفوق، سير الله يبارك مولاه ان شاء الله. خويا المرضي، السلعة ديالك تتشرجى، تيسر لك إن شاء الله في الخيرات، بارك الله، سير قاعد قاعد، لا قاعد خرج اسمع، قاعد ليش، خليها تجي عندي، خليها تجي عندي، سير، سير خليها تجي واحد واحد، اللهم بارك، سير شرجي شرجي العبد، يسروا عنا، يسروا يسروا أنتم، وخلينا تلقى الكاميرا فهمتي، مشاهدين السلعة تتشرجى وخليهم يتولعوا معنا، راه اللي ما سري تنزه. كما قلت لكم الثمن 47 الخوت باش تم البيع ديالها 2350 درهم ورزاق الله، كما ديما تنقول لكم الله اللي تيرزق. النبت راه اصيلي، ها الودن قداش تبارك الله، ها الودن قداش تبارك الله، واصله عند الفم ديالها، انها غير ميصله الله يبارك. شحال درتو تماك الدراري؟ يلا سير خلي ندوز واحد واحد، سير
سير على شارجي ودري سير على سير شارجي سير سير كالي ود حمادي اللي الله حافظك كالي وليدي كالي معاك تحياتي راه الورد تبارك الله راه الورد اسمه محمد اللهم بارك تبارك الله تبارك الله لا لا السوق رجع شويه تبارك الله قعد يا راه سيرو سيرجي طلعوا رؤوسهم ولا عالي عليهم الطوموبيل ياك سير على سير السلعه مربوحه سير الله يسخر المولاها ان شاء الله يا ربي تسخر لي اللهم بارك خوت حنا غادي نشادين الطريق غنوصلوا السلعه ان شاء الله غنمشي نوصلها لي ان شاء الله باذن الله بعد حد النابه بعدا قريبه شويه على هاد السلعه هنا كاين الطريق بزاف تكون الطريق طويله راه تنصيفطوا لفاطمي تحيه لخويا الفاطمي والله يسر الامور هادشي اللي كاين وحياكم الله الى ما كنتم دابا غادي ان شاء الله جبنا سيدي بوعثمان بحال غادي ندابا حنا الطريق بن قريب نسيبو الدورة ديال منابة وندورو لمنابة ان شاء الله وتحية الناس لمنابة جميعا اللهم بارك الخوت حنا وصلنا لحد المنابة ان شاء الله غادي بالضبط لدوار ولاد العربي دوار ولاد العربي تحية لكم مرحبا حنا مرحبا بنا عندكم الله يسر المتتبع ديالنا غادي قدامنا على الموتور تحيه ليه غادي بينا ان شاء الله غادي نتابعينه باش يورينا الدار ان شاء الله الله يستر مبارك خوت السلع وصلنا المتتبع الله يسر ليه الامور ان شاء الله اللهم بارك اللهم يسر وحياكم الله الخوت والسلام عليكم